ظافر سم سم. الحمد لله رب العالمين، الله يوفقنا وإياكم لطاعته ورضاه. المؤمن إلى خير ولله الحمد. الحمد لله. فيه آية تعرفونها جميعا في القرآن الكريم، وهي قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو صلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإصلاح الذي يرجى منه وجه الله أولا، ثم الصلح، وخاصة إذا كانوا أقارب وجماعة، ثم تأتي أنت أيها المصلح الذي تريد ما عند الله عز وجل، ثم تجمع بين قلوب كانت متفرقة، فهنيئا لك بالأجر. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. وأبشركم أن مجتمعنا بخير ولله الحمد، والأخيار كثر شرواكم جميعا. أي نعم، لله الحمد، في بيشة نحمد الله ونشكره، كثر المصلحين ولله الحمد ويسعون. وأسأل الله أن يكتب أجرهم جميعا، وأجركم وأجر المسلمين جميعا. لذلك أذكر قصة دخلت في صلح، فما قمنا من ذلك المكان أو من ذلك المجلس إلا ولله الحمد تم الصلح. وش سوء الخلاف اللي بينهم؟ والله أنا أسأل بعض أزواج ولا ذبح ذبيح؟ سؤالك عجيب أبو عبد الرحمن. ها؟ سؤالك عجيب. أكيد. ليش؟ لأنه حصل له هو أحد الإخوة متقاطعين إخوان. إخوان. حول 20 سنة تقريباً. عطنا قصته. خلي يجيبه هو. يلا. المشكلة في الأخير قال إيش؟ قالوا ايش انتم يسال الشيخ يعني. يسال احدهم والله ما ادري وش السبب يعني نفس سؤالي. اي نعم. هذا الاخوين ولا وشو؟ بس لا تلمح مناطقهم ولا مكانهم عشان لا احد يدري عنهم. الله يرفع عنه عنهم. تسلم. شيبان صار بينهم خلاف، هم كبار في السن واخوان. نعم. الله يهديهم. والشيطان اعوذ بالله ما يترك شايب ولا شاب. الله المستعان. كم سنه؟ لكن كم حوالي 20 سنه الخلاف، ولكن يسر الله سبحانه وتعالى بالطيبين شرواكم. شرواك الطيب. فاتفقنا ان اول شيء نرجو ما عند الله عز وجل. وش طريقتكم وشلون اصلحتوا؟ رحتوا قلتوا لواحد ان فلان يذكرك بالخير؟ علمنا التفاصيل عشان نستفيد منها، نقلد مثلكم. اولا ندعو الله عز وجل ان يحقق هذا المسعى بالنجاح. ممتاز. والنيه تصير خالصه للاصلاح اللي ذكرته في الايه. اي أيوة والله. ثلاثه وكذلك نحاول ان نقرب وجهات النظر، تشوفون اللين منهم. اي نعم. ونقرب وجهات النظر. حلو. ولا نذكر سبب المشكله. لان سبب المشكله هو الزعل احيانا بيثيرها اكثر. نعم. حلو. لكن نذكر ما اعد الله عز وجل لمن عفا واصلح. واذا كان برضه الحق له ثم يعفو من اجل الله عز وجل، الاجر اعظم. اي نعم. طيب وشلون صلحتوا بينهم؟ وفقنا الله عز وجل، زرنا الكبير منهم. ايه. اي نعم. وسلمنا عليه زين، وقال الله يحييكم، هذا اخوي. ايه. كمكم؟ كم اللي رايحين له؟ 5 6؟ لا 4. كويس. حنا ويعرفكم هو؟ يعرفنا. نعم. ممتاز. وقال الحمد لله، الله يجزاكم خير اخوي، والله اني اعزه واقدره، لكن الشيطان وكذا من هذا القبيل، يعني حسينا انه لين. ممتاز. وقريب. لله الحمد. هذا الكبير. اي هذا الكبير. اي نعم. لكن انا الكبير ولي الحق. حق انكم ما جيتوني، وحق انكم رحتوا له، لان الحق لي انا. صح. اي والحق انه يجيني انا. ممتاز. اي نعم. في الحقيقه قمنا نحن الرجال شرواكم، واتجهنا للصغير وكلمنا، ما اعمارهم فوق 60 أو 70 سنة تقريبا. صغار. الشاهد من هذا ان وردنا على الصغير وكلمناه وقلنا احتسب ما عند الله عز وجل. الشاهد من هذا قال الله يحييكم. زين. ممتاز. وجزاكم الله خير. قلنا لنا طلب تجي معنا. انك تجي معنا. ودخلتوا سوا انت وياكم على التبير؟ لا لا، ما كان معنا. ما كان. احنا الان عند الصغير. عند الصغير نبي نقنعه لعله يروح معنا لاخوه التبير. ممتاز. هنا. فقال ابشروا ابشروا. والله فعلا راح معنا وتقابل مع اخوه،
وتسالموا، لا تسال عن فرحتهم جميعا والابناء والاهل والاكل، سلموا وتعانقوا. نعم اللهم سلم. 20 سنه خطب، 20 سنه قرابه 20، هم طيبين ولله الحمد، وكل منهم يحب الثاني، لكن الشيطان الله يخزيه. فتم الصلح ولله الحمد، وقالوا والله الحقيقه يقول هالسبير يقول لكم حق والخوي له حق، وان شاء الله القابله مناسبه وجبوه. اي نعم الله. كان بعض الاخوه المصلحين الله يجزاهم خير قال ما نبي نكلف على الناس وكذا، اهم شيء الصلح وتم. قلت الله يجزاك خير ويثيبك ابد، الهدف انهم يجتمعون. صح، يجتمعون في هذه المناسبه عند كل واحد منهم، وفعلا وافقنا الحمد لله. الله الله، واجتمعوا الاثنين كلهم بعوائلهم ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله، الرجال والنساء والأطفال، كفرحة عظيمة عظيمة عظيمة. الحمد لله. ما حطيتوا قصيد ولا حطيتوا شيء؟ لا، معنا بشرك اثنين من الشعراء. ما زين، في قصيد تذكره؟ لا والله اني ما اذكره. ما جبتوا الشيخ ابو عبد الواحد؟ جعله يسلم ابو عبد الواحد، والله انه يسد اللزوم، جعله يسلم وانتم السامعين. لكن اظن انه ما كان موجود او كذا. لا لا، يكتب لكم ان شاء الله. الله يبيض وجهك ويجزاك خير. يقول شيخ، يقول الشيخ عامر، يمكن الناس يقول، قلت له بالله علمني وش سبب القضية؟ يا رجال نسينا والله، ما ادري وش فعل. نسى معرفتنا تافهه يعني.